هاي، اليوم رح تتعلموا معي خطوات كتير هينة تتقدروا تطبقوا ميك اب اسمه كاتين كريز اي. تابعوا معي تتعلموا هالطريقة. اول خطوة بالميك اب لازم تعرفوها هو تجهيز البشرة قبل الفاونديشن. اذا في عنا بشرة دهنية افضل نكون عم نستخدم كريم اويل كنترول اسمه كرميل تاي وقف لنا تزييت البشرة ويضاين الميك اب لوقت اطول، واذا عنا بشرة ناشفة افضل نكون عم نستخدم كريم مرطب هيك ما بتشقق عنا التان وبيضلوا مضاين كمان لوقت اطول على البشرة. انا رح احط بري برايمر على وجهي، من بعدها رح احط كمان برايمر فوق العين كرميل تنثبت الاي شادو. كتير بحبوا هيدا البرايمر لانه لونه بيج فبيغنينا عن الكونسيلر والسماكة فوق العين. لكن هيدا البرايمر اللي انا استخدمته. من بعدها رح احط الكونسيلر الاورانج تغطي شوي السعر بهيدا الطريقة. اهم شيء دمج الكونسيلر كتير منيح يتوزع على العين مضبوط. الفاونديشن، اختيار فاونديشن حسب نوع البشرة وكمان حسب لون البشرة. انا اليوم عم بستخدم فاونديشن فلويد لانه بشرتي نزيتة دهنية، فهيدا الفوندوتان بضايلني وبيكون مات ما بيلمع، بضايلني لوقت اطول اكيد. واذا لاحظتوا لون كتير قريب للون جسمي، واهم شي ما بدي انسى الرقبة انه حط عليها كمان فوندوتان. ورح احط الكونسيلر تحت العين بطريقة ال V shape تفتح المنطقة اللي هي تحت العين، بنفس الوقت اعطي كونتورينج حول العيون والخدود. لكن عم بشتغل بال V shape. نفس الطريقة رح اشتغل على العين الثانية. وهلأ رح استخدم الباودر اكيد الفاتحة مطرح ما حطينا الكونسيلر الفاتح، تثبت الكونسيلر. اهم شي يكون عم عبي مظبوط. والكومباكت باودر اللي هي اغمق شوي رح استخدمها على كل البشرة وما بقرب تحت العيون، بخلي بين الدرجات اللي فاتحة هن الكونسيلر، الفرق بين الكونسيلر والفوندوتان. كمان ما بدنا ننسى نحط على الرقبة على طول. رح نبلش نشتغل بالعيون. يوم اخترت لكم باليت الوانها ترابية، هالالوان كتير دارجين لهالسنة مثل ما عم تشوفوا. رح اختار لون البني الغامق ورح بلش اعمل الكريز بالبني الغامق. بلشت بهيدا اللون وهلا رح اختار لون البني الاغمق. بالبني الاغمق رح بلش اشتغل على الجفن المتحرك. لكن مثل ما لاحظتوا غمقنا كتير لقدام لانه هلا بدنا نعمل كاتين كريز، رح نرجع نعمل بلون بيج ولاحظوا كيف رح نقدر نحدد عيننا من قدام. لكن من بعد ما فتحنا الكريز من قدام رح بلش حط اللون الذهبي اللي فيه لمعة. وادمج الالوان ببعضها. رح اختار نفس اللون اللي استخدمته اول شي على العين، استخدمه كمان لتحت العين تأوصل العين ببعضها.
قبل تركيب الرموش الافضل ان نكون نحن نستخدم الماسكارا ورموشي صاروا جاهزين تقودعون على العين. بالنسبة للحواجب بالموضة هلا هن الحواجب الناتورال مش معلمين بلوك، فأهم شيء نمشطهم كتير منيح قبل ما نبلش نعلمهم. رح أبي أنا الفراغات بلون بني فاتح بيشبه لون شعري، وأكيد لون شعري الحواجب تما يفرق. رح استخدم الماسكارا اللي بتمشطهم وبتعطيهم لوك ناتورال. رح حدد الخطوط بالبلاش كمان بطريقة الكونتورينج. سنة كتير دارج انه نحن نكون عم نعمل كونتورينج بالباودر، بيطلع انعم واحلى ولوك ناتورال اكتر. رح استخدم الهايلايتر وهذا كان لوك الميك اب لكم اليوم. ان شاء الله تكونوا حبيتوا واستفدتوا معنا.